السؤال الخامس، احسب مساحة معين قطره الكبير 36 سنتيمترا وقطره الصغير يمثل خمس قطره الكبير. إذا لحساب مساحة معين نحتاج إلى القطرين، نضرب القطر الكبير في القطر الصغير ونقسم على 2، هذه القاعدة. لكن هنا ليس عندي القطر الصغير، عندي فقط القطر الكبير، هو هذا 36 سنتيمترا. عندي القطر الكبير دي 36 سنتيمترا، لكن الدي صغيرة يعني القطر الصغير فأنا لا أتوفر عليه. إذن سوف أستغل هذه العلاقة التي فيها هذا العدد الكسري، هي التي سوف أستخلص منها القطر الصغير. القطر الصغير يمثل، إذن سأعيد كتابة الجملة. إذن هذه الجملة سوف أستخلص منها متساوية تساعدني في إيجاد القطر الصغير. القطر الصغير سأعوضه ب دي صغيرة يمثل، أعوضها ب تساوي خمسة واحد على خمسة، قطر الكبير أعوضها بالدي. هنا عملية ضرب بين هذين العددين. إذا سوف أكتب بالعكس، يعني من اليسار إلى اليمين، الدي صغيرة هي خمس دي كبيرة. هذا الفراغ بين واحد على خمسة والدي ماجيسكول يعني هو ضرب. سوف أعوض واحد على خمسة مضروب في 36. إذن الضرب في عدد كسري معناه أني أضرب في البسط وأقسم على المقام. 36 في 1 36 مقسوم على 5، إذن 36 مقسوم على 5. 36 مقسوم على 5 تعطينا 7، 7 في 5 35 والباقي 1. مجرد أن أضع هذا الصفر سأضع الفاصلة. 10 مقسوم على 5 2، 2 في 5 10 والباقي 0، إذن 7.2. هذا هو القطر الصغير بالسنتيمتر. بعد ذلك سأحسب المساحة، مساحة المعين. مساحة المعين هي القطر الكبير مضروب في القطر الصغير الكل مقسوم على 2. القطر الكبير هو 36 والصغير هو 7.2 ونقسم على 2. 2 في 6 12، 2 في 3 6 1 7، أعود للسطر، 7 في 6 42، 7 في 3 21 و 4 25. 2 9 5 2، عندي رقم بعد الفاصلة سأضعه هكذا. لا أنسى أني سوف أقسم على 2، أنا فقط ضربت القطرين، قطر كبير في الصغير، سوف أقسم على 2 قسمة عادية. 2 مقسوم على 2 1، 1 في 2 2 والباقي 0، أنزل 5. هنا 2، 2 في 2 4 والباقي 1، أنزل 9. إذن هذه الإنزالات بهذا الشكل. 19 مقسوم على 2 9، 9 في 2 18 والباقي 1. مجرد أن أنزلت هذا الرقم الذي هو أعشار سأضع الفاصلة. 12 مقسوم على 2 6، 6 في 2 12 والباقي 0. إذن هذه المساحة 129.6. بما أن الأبعاد بالسنتيمتر فالمساحة بالسنتيمتر مربع. السؤال السادس، أحول إلى الوحدة المطلوبة. إذن عندي السطر الأول قياس المساحة، سوف أضع هذه الوحدات الزراعية، الهكتار، الآر والسنتيمتر. الهكتار في الهكتومتر مربع، الهكتار هنا والآر هنا قربه، ثم السنتيمتر 35.8 هكتار. الهكتار هنا يعني في هذه الخانة، بالضبط في وحدات الخانة سأضع فيه 5، هذه الخانة سأضع فيها 5، ثم 35.8 سوف أضيف بالسنتيار، ها هو السنتيار هنا 864 هكذا فاصلة 2، سوف أجمع 2 4 6 8 8 5 3، الكل بالآر، الآر هنا
3588.642. هذا بالآر. بالنسبة للقياس الثاني عندي 7 بالسنتيار 7.35. إذا السنتيار هنا 7.35، سأضيف لها 0.24 بالديسيمتر مربع. إذا هنا 0.24. سوف أجمع هذين القياسين وأحول إلى السنتيمتر مربع. السنتيمتر مربع هنا يعني سأتوقف في 4 4 2 5 3 7. إذا القياس هو هذا العدد. سوف أضع القياس في الجدول. 1.2 بالهكتوليتر أو 1.2 هكتوليتر. سوف يوضع بهذا الشكل. 12.5 لترا. اللتر هنا هي 12 وهي 0.5. ثم 526 سنتيلتر. 526. سأجمع الكل وأحول إلى الديكاليتر. إذا الديكاليتر هنا إذا عندي 6 7 7 3 1. الديكاليتر هنا إذا عندي 13.776 ديكاليتر. نمر للقياس الأخير 31 ديكاليتر، يعني 1 هنا وثلاثة هنا. 12.4 باللتر، إذا في اللتر سأضع 2 12، ثم 0.4 هنا. الكل سيحول إلى الديسيلتر. إذا الديسيلتر 4. إذا قبل ذلك سأجمع 4 2 2 3. الديسيلتر هنا إذا 3224 ديسيلتر. قياس المسافة الفاصلة بين مدينتين هو 1300 كيلومتر، وقياس المسافة الفاصلة بينهما على خريطة هو 26 سنتيمترا. أحسب سلم هذه الخريطة. أنا أتوفر على المسافة الحقيقية، يعني في الواقع هذه المسافة التي تفصل المدينتين، وعلى ما يمثلها على الخريطة. أنا سأبحث عن مقام السلم ومنه السلم. إذا المعلومتين الأساسيتين هنا هما المسافة المصغرة والمسافة الحقيقية. إذا سوف أضع جدولا صغيرا. في السطر الأول سأكتب المسافة المصغرة. المسافة المصغرة هي 26 سنتيمترا الموافقة ل 1300 كيلومتر في الواقع. أنا أبحث عن السلم، يعني أبحث عن مقام السلم. مقام السلم هو هذه المسافة، المسافة الحقيقية الموافقة لواحد سنتيمترا. الكيلومتر إلى السنتيمتر، ممكن أن أحسب هكذا بالكيلومتر، لكن في النهاية سوف أحول إلى السنتيمتر. إذا هذه العلامة استفهام سأجدها بضرب 1 في 1300، 1 في 1300، الكل مقسوم على 26. لا أنسى أن هنا الكيلومتر. إذا سوف أقوم بعملية حسابية. 1300 مقسوم على 26. 1300 مقسوم على 26. عندي رقمين، سأخذ رقمين غير كافي، سأخذ الثالث. 130 مقسوم على 26، ربما أقول 5، لأن يبدو أن الضرب في 10 يعطينا 260، و 130 هي النصف. إذا هنا أقول 5. 5 في 6 30، 5 في 2 10، و 3 13. إذا هذه الأصفار سوف أنزل قربها صفر آخر. 0 مقسوم على 26 صفر، 0 في 26 صفر، والباقي صفر. لا أنسى هذه 50 كيلومترا. إذا حصلت على 50 كيلومترا. أنا أبحث عن المسافة بالسنتيمتر، إذا سأحول. إذا عندي 50 كيلومترا، سأضعها في الجدول ثم أبحث عن السنتيمتر. ممكن أن نستعمل هذه الطريقة. عندي 50 كيلومترا، الصفر الأول سيكون في الهكتومتر و
والثاني في الديكامتر، الآخر في المتر، ثم الديسيمتر، ثم السنتيمتر. هذا العدد بالسنتيمتر. إذن هذا هو جدول قياس الأطوال. 50 كيلومترا تكتب هكذا، سوف أحول إلى السنتيمتر. إذن الصفر الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس. إذن عندي 5 ملايين. هذا مقام السلم، لأن السلم يكون البسط والمقام بالسنتيمتر. أنا لا أكتب الوحدة، لكن ضمنيا أعلم أن البسط والمقام بالسنتيمتر. إذن السلم سيكون 1 على هذا العدد، مادام بالسنتيمتر سأكتبه 5 ملايين. التمرين الثامن. اشترى شخص شقة ثمنها 645,100 درهم. دفع مبلغا قدره 96,100 درهم كتسبيق والباقي على شكل دفعات شهرية لمدة 180 شهرا. بكم يقدر واجب الدفعة الشهرية؟ إذن ثمن الشقة بأكملها عندنا، هذه القطعة، هذه هي ثمن الشقة، يعني الثمن الكلي، هذا هو 645,100 درهم. عندما يدفع التسبيق سوف ينقص من هذا الثمن. إذن عندما نطرح التسبيق، هذا هو التسبيق، سوف يبقى عدد هو الذي سأحدده هكذا، هذا هو الباقي. سأقسمه على دفعات، سأقسمه إلى أقساط شهرية، سأقسمه على مدى 180 شهرا، يعني هذا يقسم. وما معنى يقسم في الرياضيات؟ يعني القسمة. الخارج الذي سأجده سيكون هو مقدار الدفعة الشهرية، يعني كل جزء هو دفعة شهرية. إذن المرحلة الأولى هي حساب الباقي. سوف نأخذ الثمن الإجمالي للشقة الذي هو 645,100. سأطرح منه التسبيق الذي هو 96,100. ما سأجده سوف أقسمه، 0 0 0، 5 ناقص 6 لا يمكن، 15 ناقص 6 9، 14 ناقص 10 4، و6 ناقص 1 5. إذن هذا العدد هو الذي سأقسم، سأكتبه 549,000. هذا المبلغ سأقسمه كي يعطيني واجب الدفعة الشهرية. إذن واجب الدفعة الشهرية 549,000، سأقسمها على عدد الأشهر الذي هو 180 شهرا. ممكن أن أستغني عن هذا الصفر في الجهتين، كأني أختزل صفر في البسط وفي المقام. عندي رقمين، أخذت رقمين، 54 مقسوم على 18. إذا جربنا 18 في 2 36 في 3، ربما هي بالضبط، سوف أقول 3. 3 في 8 24، 3 في 1 3 و2 5، الباقي 0، أنزل 9. 9 مقسوم على 18 0، 0 في 18 0، أنزل هذا الصفر. أنزلنا هذا الصفر. 90 مقسوم على 18 سوف أقول 5، نعم 5. 5 في 8 40، وأحتفظ بأربعة، 5 في 1 5 و4 9. سوف أطرح، بقي لي أن أنزل صفرا واحدا وسأنهي. 0 مقسوم على 18 0، 0 في 18 0، والباقي 0. إذن 3050 هو الواجب الشهري. وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا الاقتراح، اقتراح الفرد الثاني من الدورة الثانية للمستوى الخامس. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر.
لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.